العامل السوري نشط أبضاي بيشتغل كل شيء، ما عنده يعني انه هيدي الشغله ما خرجوا هيدي الشغله ما خرجوا، بيشتغل بكل شيء وبالاخص بالبناء. كنا من زمان وزمنا نقعد على المعرض، يجتمعوا على المعرض، على المعرض ببيروت تحت، وكل واحد بده شغله صنايعيه صعبه تلتقى اليد العامله السوريه موجوده عندهم، عرفت كيف؟ ويساووها بكل صراحه، يعني بكل بساطة يعني. بينما اليد العاملة اللبنانية ما بتلاقي اللبناني نشط مثل حكايتهم، هن شعب نشط، شعب شغيل بيشتغل كل شيء. نحن لا، نحن بيتقاعس الواحد انه يشتغل مثلا بهالشغلة هيدي هي. اليد العاملة السورية بلبنان قوتها 100%، ما فيك بلا السوري بلبنان، لا عمارة بيمشي، لا شغل بيمشي، ولا شيء بيمشي بلبنان بلا عامل السوري، هو الأساس. ومن دون العامل السوري ما في لبنان، لأنه الشعب اللبناني ما بيشتغل الشغل اللي بيشتغل السوري. يعني أنا برأيي من دون السوري ما في اقتصاد بلبنان. طيب فيما لو طلعوا السوريين من البلد، شو ممكن يصير بالاقتصاد اللبناني؟ تحت الأرض أكثر ما هو تحت الأرض، بطل في اقتصاد، لانه السوري هو اللي بيصرف من هون ومستاجر من هون، يعني هو اللي معللك اجارات، هو معللك العقارات، هو معللك كل شيء. اللبناني ما قادر ياكل ولا يشرب ولا يعمل ولا شيء، واللبناني مش مثل السوري، اللبناني ما بيحب الشغل اصلا. السوري بيشتغل ثلاث اربع شغلات ليقدر يعيش، يعني هو اللي عم بقول لك الاقتصاد بلبنان. بلا السوري ما في اقتصاد. هلا اكيد اللي عمر البلد هن السواعد السوريه، يعني الايدين، ما حدا بيعمر بيطلع على سابع طابق عشر طابق بيحمل كيس ترابه، هذا ما في الا السوريين هن اللي بشيلوا وبعمروا، عرفت كيف؟ اليد العامل اللبناني ما بيشتغل الشغل، او العامل اللبناني ما بيشتغل الشغل، هي اليد العامل السوريه هي. هلا السوريين عمال يشتغلوا يعني بالبلد هون، الله يرزقنا ويرزقهم ويرزق كل الناس، كل واحد بيجي بده يرزق. هل بتعتقد انه اذا طلعوا السوريين حيتاثر الاقتصاد من حيث العمل السوريه؟ اكيد اكيد بتاثر كثير، لكن الوضع نحن عنا يعني نحن والسوريين سوا، أهلنا وإخواتنا وحبايبنا وكل شيء، بس يعني كل واحد، أنا بقول لك يعني المفروض إنه نحن نشتغل كبلد، لنا المفروض نحن بلدنا نشتغل فيه والعامل اللبناني يشتغل، بس العامل السوري ما شاء الله عنه بيشتغل ليل مع النهار، ما بيأثر معه، بيناموا خمسة عشرة بالأوضة بالغرفة، ما عندهم مشكلة من حفر من كل شيء. اليد العاملة السورية بهمة جدا بلبنان، هي بالدرجة الأولى. تاني شغلة، إذا بيطلعوا السوريين من البلد راح الاقتصاد، ما بقى في يعني شغل وعمل وكذا، ما بقى في، لأنه هلا نيجي نشتغل نحن هذا الشغل اللي عم يشتغل ما حنشتغل، يعني تيجي تقول لي طلع كيسين تراوي على الثالث أو على الخامس بقول لك يعطيك العافية بطلت. هاي بالدرجة الأولى عم نحكي فيها. فضروري يكون عندنا عامل سوري بلبنان. نحن ضد الترحيل السوريين، لانه هن اذا ما اشتغلوا بلبنان ما يعني ما بينشط لبنان، هن منشطين البلد من الاخر بشغل وبمصاري، هن منشطين البلد. بالقبل كنا نقول السوري بلبنان انه عم يجي بودي على سوريا، مزبوط، هلا السوري عم بودي هون بلبنان، يعني عم يقبضوا السوري عم يصرفوا بلبنان. ما بقى في لا سوري ولا فلسطيني ولا لبناني، كله حال واحد صرنا بهالبلد.